اخوتي اخواتاتي، السلام عليكم، تبارك الله عليكم، وتحياتي للجميع. اللهم يسر، اللهم بارك. حنا الاخوه كما تشوفوا معنا تبارك الله خروفه سلاله تمهضيت الاصل تبارك الله، اللهم بارك المليح الله يسخر. حنا الاخوان خروفه سمينه ماشي كسابيه، سمينه اللهم بارك. يعني خدامه الاخوه الجزار، العلف تبارك الله يعني فوق 3 شهور ديال العلف، يعني الميزان تبارك الله تكون عاطيه الميزان. كاين الاخوان النواحي ديال تيفلت، العدد الاخوان تقريبا فوق 100 خروفه، ازيد من 100 خروفه، اللهم يسر اللهم بارك. هم الاخوان نخليكم مع لا فيديو، تسميه الفيديو الاخوان، يعني اللي عنده الغرض بالنسبه للناس الجزاره مرحبا والف مرحبا. خروفه الاخوان سمينه تبارك الله كما قلنا، العدد ازيد من 100 خروفه. واي استفسار مرحبا الاخوان، نخلي النمره ديال الاخ نخليها في العنوان، وتحياتي للجميع. اللهم يسر وتبارك الله عليكم. والاخوان نتمنى يعجبكم الفلوك، فلوك الاخوان بتاريخ 28/10/2022. والله يرحمنا بشي الشواء، القطره تزيرات شويه، يعني لقيتها ديال الحرث هذه، كما شفتوا جميع الفلاحه راه يعني كلشي مازال تيتسنى الشتاء، زيد عليها تا الغلاء ديال المحروقات المازوط، يعني تا هو واحد السبب رئيسي كاع باش الناس عكزانا تنوض تحرث. والله يدير الخير ونتمناو الله تيسير. تحياتي لكم الاخوان، اخوكم راعي الغنم بأطلس المتوسط، احييكم اللهم بارك.